راح نبلش الآن بسلطة التمر واللوز المنكهة بزيت الزيتون والخل البلسمي وصاير يكبر الحكي يا ابو رو. يلا تفضل. يلا إذن ناخذ المكونات. الطبق الثاني اليوم راح يكون من أطباقنا الطيبة، طبعا هي طبق سلطة كثير شهي وكثير فخم جدا، مكون من الجرجير والتمر المنزوع النوى، وكمان في عندنا اللوز محمص. أول شيء راح أسويه، بتحب تأخذ المكونات واحدة واحدة؟ أنت أحكيها سمير، أحكيها ومن طيب خلي... طيب ماشي. بدنا كوبين من أوراق الجرجير المغسولة جيدا، بدنا ست حبات من التمر بدون بذر ومقطعة، نصف كوب رقائق اللوز المحمص، ملعقتين من جبنة البارميجان للتتبيلة، نحتاج نصف ملعقة خردل ديجون، ثلاث ملاعق خل بلسمي، ثلاث ملاعق زيت زيتون، ملح وفلفل حسب الرغبة. أحسنت يا أبو سمرة، أحسنت يا رائع. تفضل يا أبو عون. إذا منضيف أول شيء حبايبنا هالجرجير المغسول والمنقى جيدا بالصحن. عندي هون هالتمر، راح أوزع التمر يا أبو سمرة. تمام. بهالشكل يا حبيبي. زي ما أنت شايف تمر كثير طيب. أنا مستخدم اليوم المجهول. التمر المجهول. عارف عارف، عينك على التمرات، والله بعرف. يعني صحتين وعافية إن شاء الله. يعني بحرك السنبلوك يا أبو عون. طيب بعدين في عندي لوز محمص، رقائق من اللوز محمص، شوفوا الالوان كيف تداخلت مع بعضها، ولا اروع من هيك، طبق وسهل وبسيط. الان بدي اعمل له هالدريسنج. هالدريسنج اللي عندي مكون من بسم الله الرحمن الرحيم اكيد خردل او مسترد الديجون، رايح اضيف له شويه من خل البلسمك، ومن ثم راح اضيف وابدا باضافه الزيت شوي شوي مع التحريك المستمر حتى يصير في عندي دريسنج كثير ماسك على بعضه يا سمير وشهي جدا. شايفين كيف على الشاشه محلاها؟ الان ان الاوان انه نضيف عليها اكيد شويه ملح وشويه من الفلفل الاسود حسب الرغبه. طبعا اكيد. وانا اخصائي الدير صح؟ 100%. ناسي انت ولا متذكر؟ لا لا اعوذ بالله، شو متذكر ان انا اخصائي الدير؟ تفضل يا ابو سمره تفضل. هاي الملعقه استاذ عبد الله خليفه. يلا شرب شرب عليها شرب عليها بسم الله. شوفوا محل هالدير يا يا سلام عليك يا ابو سمرة، والله بده زقفه يا شباب صح؟ إيه. عن جد روعه. وهي كمان بس سمي كافي يا اخوي كافي. حياة ابوك شتي روح روح حياة طالعة. ايوه